انا بذكر موقف واجزم انه البركه اللي رايتها في حياتي هي وكانت نقطه تحول في حياتي من هذا الموقف اللي صار لي. سبحان الله، انا اظن انه ربي ارسل لي هذا المرسول حتى يختبر عبد العزيز. كنت يوم من الايام واصل من سفر للخرج، فسبحان الله كنت راكب مع تاكسي وقلت له وصلني عند يعني مكان قريب اقرب معلم من بيتنا، وكان مطعم او كافي يعني، فقلت له وصلني عنده. وصلت لهذا الكافي ابغى اخذ لي قهوه اكمل امشي لين بيتنا، فلقيت شخص كان يدرس معي في الثانوي، ما زال يدرس، كان بس اقل مني سنا وفي الصف اللي اقل مني، وكان معه شخص ثاني، فكان يقول لي يسال عني كيف جيت، وعلمته اني جيت بتاكسي، فقال ايش رايك تركب معي اوصلك. في يوم ركبت معاه كنت راكب وراه، فقلت له عرفني على الشخص اللي جنبك، عرفني على الشخص اللي جنبك. فعرفني عليه، طبعا طلع يعني نفس اسم العائله، فبديت اتعرف عليه من وين جاي، قال جاي من جيزان، فتعرفت الى اخر شيء، يعني طلع فعلا انهم يعني يعتبرون من الاقارب لك اقارب البعيدين، فاستغربت جيته لهنا وما يدري انه احنا موجودين هنا وفي ممكن صله قرابه موجوده في الخرج. الشخص هذا يتيم، تعرض لمواقف كثيره جدا، هو اكبر اخوانه كان اصغر مني بسنه، فكان كل ما سالته سؤال يتهرب من الاجابه. قلت له انت تدرس معنا في المدرسه؟ قال وادرس معكم في المدرسه، يعني ما له ولا ثلاث شهور في الخرج كان، فكان ما يعرف احد ابدا. فسبحان الله، طبعا انا جاني في المدرسه، فجيت قلت له ترجع مع مين؟ قال انتظري اروح مشي، طبعا كان بعيد المدرسه الجديده وبعيد عن الاحياء، كان حي جديد. فجيت قلت له شركة اصير اوصلك معي؟ قال تم. صرت اوصله، اسال عنه، اخذ علومه، صار يعني بيننا علاقه. فصار يحتاجني يعني بدون ما انا ابادر، وكنت مقصر جدا معه في هذا الجانب. فكان يسال اخذ سيارتك اودي اهلي من هذا القبيل. سبحان الله مشيت معاه في بعض الامور الى ان ربي يعني فتح عليه وسهل الله امره. انا كنت وقتها في الثانوي اخر سنه، يوم جاء قبول الجامعات انقبلت تقريبا في 5 جامعات وكذلك في كلية الطيران والضباط، فكان عندي حيرة في كان قبلت في الطب وهندسة، فاتجهت الهندسة، ويوم رحت الهندسة ما توفقت فيها، فجاني في بالي اني احول الاعلام من الرياض، وكان بدون الوالد ما يدري انه رافض فكرة اني ممكن اطلع من الخرج، فرحت سحبت ملفي بدون الوالد ما يدري ودخلت كلية الاعلام. وقتها في هذا الوقت كله انا كنت محتاج دخل، كنت موظف في احد الشركات، شركات أثاث كنت موظف فيها أول ما دخلت الجامعة، فكنت أداوم في الجامعة وأروح أشتغل في الشركة هذه، وكان سامحين معي في الوقت أنه أختار الوقت اللي أبغى. يوم جت النقلة للرياض كنت يعني ما أخذ هم الدوام هذا، قالوا لي ما عندك مشكلة، كان دوامي من فترة الظهر إلى قبل المغرب في الجامعة في الرياض، وكان ما ابغى احد من اهلي يدري، فكنت اروح واجي هذا الترم الاول، بعدين طبعا علمت اهلي. فكنت اروح واجي واروح واجي وكانت معاناه. نهايه الترم قبل بدايه رمضان جاء المدير الاقليمي حق الشركه، طبعا والله الحمد كنت دائما احقق التارجت 300% يعني 3 اضعاف. ما شاء الله. فكنت يجيني يعني مردود مالي حتى، فجاء قال هذا موظف سعودي ويمدحني يعني الاقليمي عند مدير الماركه. قال بس هذا طالع عندي في السيستم انه بصمته مختلفة، يبصم عندي صباح وليل، وحنا نبغى شخص في شفت واحد دوامه يكون متصل 8 ساعات، وهذا الدوام ممكن نشوف احد يعني اذا ما يناسبك يعني ممكن انك يعني تستقيل. وقتها استقلت وانا فعلا محتاج ماديا بشكل كبير جدا، فحسيت ان الدنيا قفلت علي، فكنت اروح الجامعة واجي واتسلف من هنا ومن هنا لانه كان عندي التزام بالسيارة. بعدها جاني كذا سبحان الله بدون مقدمات الدخول لشبكة المجد، فكنت دائما أظن، وبعدها تزوجت وإلى الآن ما وصلت إليه، دائما حاط في بالي أنه الخير هذا جاني من ممكن المساعدة والمساهمة القليلة لهذا اليتيم.